في مأتم مهيب شيعت بلدة القاع ابن الشهيد الرقيب أول في الجيش سامر يوسف رزق، وأقيم استقبال شعبي حاشد عند مدخل البلدة، وحمل الجثمان على الأكف وسط الزغاريد ونثر الورد والأرز بمشاركة فرقة موسيقى شبيبة بلدة القاع من مدخل البلدة على الطريق الدولية وصولا إلى صالة كنيسة مار الياس، حيث سجي الجثمان بعض الوقت. رأس صلاة الجناز الأب إليان نصر الله، وألقى عظة أشاد فيها بنضال الشهيد الراحل ومناقبيته العالية وتاريخ عائلته الكبيرة في تقديم الشهداء دفاعا عن كرامة الوطن ووحدته، وأمل والد الشهيد أن يكون ابنه قد استشهد دفاعا عن كرامته العسكرية وعن رفاقه وعن كرامة الوطن. لقى كل شيء بقلبه بصدره كلياته سوا حتى يحمي رفقاته ويحمي البدل العسكري اللي قاعد يحد مني. يا روحي يا بابا، بطلب من الدولة بس تعطي أوامرها للعسكر، كل حاجز واقف وكل عسكري واقف، إنه بس يشوف واحد جاي صوب منه دون تلقاء نفس دون أي أمر جاي يقتلك أنت، لك قتله أما يقتلك يا بي يا روحي. وعز العقيد محمد شميطلي باسم قائد الجيش ذوي الشهيد، مؤكدا عدم التساهل مع المعتدين والمتطرفين. وكانت مراسم التشييع قد انطلقت من أمام المستشفى العسكري المركزي في بدارو لدى إخراج جثمان الرقيب الشهيد سامر يوسف رزق الذي استشهد الأحد الماضي في أثناء تنفيذه مهمة حفظ أمن واستقرار في محلة مجدليون صيدا. وجرى تقليد الشهيد أو سمة الحرب والجرحى ووسام التقدير العسكري من الدرجة البرونزية، وكان قد حاز وسام مكافحة الإرهاب وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.